أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا. احنا مكملين معكم فقراتنا، والآن بدنا يعني فقرة توعية زراعية، بدنا نتعرف أكثر على الزراعة العضوية. شو يعني الزراعة العضوية؟ أهدافها، احنا كيف بنقدر إذا عندنا مزرعة صغيرة، إذا عندنا جنينة، كيف نقدر يعني بعض النباتات أو الخضار أو الفواكه اللي بنطلق عليها الزراعة العضوية، كيف نعتني فيها، نبتعد عن الكيماويات اللي بتعطي الطعم اللي دائما بنقول الخضرة لا لون ولا رائحة ولا طعم إلها. شو الأسباب لهذا الإحساس؟ راح نتحدث أكثر مع المهندسة الزراعية تمام الخوالدي، رئيسة شعبة الزراعة العضوية في وزارة الزراعة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. أسعد الله صباحك باش مهندسة. صباحك. يعني لما نتحدث عن الزراعة بشكل عام شيء مهم وبسوى أن نسلط الضوء عليه، وتحديدا إذا تناولنا جزئية الزراعة العضوية. يعني بدنا نتحدث الآن عن تفسير أو تعريف الزراعة العضوية من خلالك. شكرا أول إشي على استضافتكم لإلي وتسليط الضوء على هذا الموضوع. الزراعة العضوية هي نظام زراعي متكامل يهدف إلى أو هو نظام آمن بيئي بيركز على استخدام المدخلات من داخل المزرعة وبيحد من استخدام المدخلات من خارج المزرعة. طبعا نحكي هاي الأشياء من خلال أنه ممكن يتبع الدورات الزراعية، استخدام بقايا المحاصيل، المخلفات العضوية، وأهم إشي في الموضوع أني أنا بدي أتجنب أي مدخلات كيميائية سواء كانت أسمدة أو مبيدات أو المواد المهندسة وراثيا. هذا تعريف الزراعة العضوية بالضبط، يعني هذا هو شو مفهوم النظام اللي هي الأورجانيك. بالضبط، الأورجانيك اللي فعلا بناكلها بتحسي بطعم طعم الطبيعة، الخضرة طعم الطبيعة يعني بعيد عن التدخلات الأخرى. بالضبط. طيب احنا الآن يعني إذا بدنا نتبع الزراعة العضوية، احنا يعني مش عم نخاطب الآن مزارعين، عم نخاطب الناس. نعم. بشكل عام اللي زي ما قلت يعني عنده مزرعة، عنده أرض، حديقة، عنده على حديقة، شو الأساليب اللي بيقدر يتبعها في زراعة بعض الخضار العضوية أو الأطعمة العضوية؟ هلأ هي بالنسبة للزراعة العضوية حكينا هي عبارة عن نظام، هو لازم المزارع أو اللي بده يتبع هذا النظام لازم يكون من جوا هو مقتنع تماما بالزراعة العضوية. أهم إشي نعرج عليه هو ليش بده يتبع الزراعة العضوية، يعني إيش أهدافها بالضبط. الزراعة العضوية إنه هو بده يحصل على منتج زراعي آمن صحي، زي ما حكيتي إنه هو طعم الطبيعة فيه شهي، آمن سواء للمواطنين أو للمستهلكين وللأطفال بالذات لأنه بكون خالي من المواد السامة. هذا أيضا بده الزراعة العضوية بتحافظ له على التربة، على خصوبتها، على التنوع الحيوي اللي فيها، بتحافظ له على البيئة بشكل عام خاصة المياه الجوفية. كيف بتحافظ على البيئة الزراعة العضوية؟ الزراعة العضوية بتحافظ على البيئة من كل اتجاهاتها. هلا لما نحكي عن مياه جوفية، مياه جوفية لما استخدم أسمدة ومبيدات بده يصير عندي تسريب لهي المبيدات على المياه الجوفية، فهي بتلوث لي اياها وبصير عندي انا متبقيات فيها. برضو كمان بتحافظ لي على التربة، على خصوبتها. أنا لما أستخدم مبيدات أو أسمدة بكميات كبيرة أنا بقضي على التنوع الحيوي اللي موجود في التربة، فبالتالي أنه هاي التربة تصبح مش تربة طبيعية لنمو نبات طبيعي. وبدي أخفف من استخدام المبيدات. طبعا المبيدات هي من أكثر الأشياء بتعمل على تلوث البيئة بالنسبة للرذاذ، للتربة، للمياه، فكل هاي الأشياء بتحافظ لي على البيئة بشكل عام. مهندسة تمام، الزراعة العضوية بتخدم المزارع إذا تحدثنا عن فئة المزارعين على سبيل المثال بالوقت، بالكلف المالية، بالحفاظ على المنتج الزراعي أيضا. هي الزراعة العضوية بنحكي عن نظام، فهي بتختلف شوي عن الزراعة العادية. لا، ليش؟ المقصد أنه بتخدم المزارع في حالة تخدمه 100%، بتخدمه وبتخدم المنظومة كاملة. المنظومة كاملة. عرفت علي؟ هل هي أوفر؟ هلأ هي من شغلة أوفر، لو نقيسها على المدى البعيد أوفر، بس هو بده يتعب في البداية. أنا حكيت لك بالبداية لازم يكون في عنده ثقة أو قناعة تامة بهذا النوع. ليش؟ لأنه في البداية الصور هو بده يتعب عليها. طبعا هاي الصور نماذج لمزارع موجودة عندنا في الأردن. جميل. زراعة عضوية. زراعة عضوية. طبعا الزراعة العضوية لما أحكي أنا زراعة عضوية هي بده ياخذ شهادة
ولازم أن يكون في شهادة. هاي الشهادة بيأخذها من جهات إصدار معتمدة دوليا بتطبق مقاييس وأنظمة من بداية ما أنا أبلش بالزراعة من الأرض، من تحضير الأرض لغاية ما أحصل المنتج. على المنتج. يعني أنت لما تشوفي أنه هذا المنتج عضوي معناته هو في جميع مراحله كان يطبق الزراعة العضوية. جميل. مش في نهايته أنه أنت فحصتي وشفتي أنه مثلا ما في متبقيات أنه هو صالح أو آمن. لا، أنا بحكي لك من تحضير الأرض من البداية للنهاية كامل هذا بكون متبع الأنظمة الزراعية. طبعا بالنسبة للأنظمة والقوانين احنا في عندنا 3 أنظمة عالمية، هو النظام الأمريكي والأوروبي والياباني. طبعا وأنت تتحدث عن أنظمة من خلال وزارة الزراعة كجهة مانحة؟ لا، ولا هلا الوزارة هي جهة رقابية. رقابية. جهات الإصدار اللي موجودة عندنا في الأردن جهات خارجية. طبعا هاي من المانحة للشهادة. المانحة للشهادة هي جهات خارجية إلها مقر موجود هنا في الأردن. لكن إحنا نطمح طبعا رح نحكي كمان شوي إنه يكون في عندنا جهة إصدار حكومية عشان تخفف لي من الكلف على المزارع حتى لأنه يحصل على طب ذكرتي في طرق مختلفة، شو الفرق بين الطريقة اليابانية وإيش الطريقتين التانيين؟ اليابانية والأمريكية والأوروبية. هلا هاي الطرق هي في التعامل مع الأرض، في التعامل مع المنتج، لهم مقاييس وأنظمة كل يعني هي في الأخير تصب في نفس المصب لكن في اختلاف بسيط بيناتهم. هلا إذا كان المزارع بده يسوق مثلا لبلاد أوروبا مفروض يكون هو يتبع نظام أوروبا، إذا بده يصدر لأمريكا لازم يكون يتبع نظامهم في الزراعة العضوية. إذا بالنهاية في منتج نفس هي الطعم هي اختلافات يعني منتج اختلافات واحد. بين الأنظمة بين الدول. هلا احنا في بس وزارة بتأثر على الطعم مثلا؟ لا لا لا، هي ما انا حكيت لك هي بالاخير. طب اذا بدي اصدر لاوروبا لازم اتبع النظام الاوروبي او اذا لانه في لأمريكا. مواد معينه طبعا مصرح فيها مثلا لامريكا، في مواد مش مصرح فيها لليابان، بتختلف في المواد اختلافات بسيطه يعني مش اختلافات جوهريه. هلا في الاردن احنا لما نحكي طبعا هاي اذا بدي اصدر، لكن انا بحكي عن الاردن في نظام تم إصداره عام 2011 اللي هو نظام الزراعة الأردني اللي إحنا بنهتم وبنفتخر إنه تم إصداره عام 2011 وعملنا تعديلات عليه حتى إني أفعل دور وزارة الزراعة الرقابي بحيث إنه تكون وزارة الزراعة هي اللي مسؤولة عن المنظومة كاملة من مشغل من جهة إصدار حتى الجهات الخارجية اللي بتشتغل عندي بالبلد. مفروض أنا كمان وزارة الزراعة أكون أنا رقيب على هاي الجهات كاملة المنظومة. طب شو بنصدر إحنا لأوروبا وأمريكا واليابان؟ هلا هي اغلبها قطاع خاص مش قطاع حكومي يعني في تصدير، في عندنا محاصيل اللي هي زي التمور، في عندنا خضروات وشاهدنا الصور يعني كان في نخيل مزارع نخيل. التمور عندنا يعني انا لما بحكي لك يعني احنا عملنا مسح طبعا هي الافكار حتى اني اكون مرتبها معكم. هلا احنا لما اصدرنا النظام عام 2011 وعملنا عليه تعديلات حتى اني افعل دور الوزاره على أساس أنه لازم نعمل تعليمات حتى أني أنا طبعا النظام كنظام بكون أصم كيف إحنا بدنا نفعله لازم أعمل له تعليمات. فإحنا بوزارة الزراعة حاليا في عنا لجان، اللجنة الوطنية للزراعة العضوية برئاسة عطوفة الأمين العام، واللجنة الفنية للزراعة العضوية برئاسة مدير الإنتاج النباتي، وحاليا إحنا بنوضع التعليمات اللي رح نشتغل عليها مع المزارعين. هلا بداية لما سألتي لي إيش المحاصيل، هذا السؤال راودنا في الشعبة لما تم إنشائها إنه إحنا بدنا نعرف حجم قطاع الزراعة العضوية في الأردن وعلى إيش بركز يعني أو المنتجات أو المحاصيل. فمن نتيجته إحنا عملنا المسح اللي هو أول مسح عملناه في الزراعة العضوية حتى إني أعرف حجم هذا القطاع، بعرفه من حيث عدد المزارع، المساحات اللي موجودة. طيب عدد المزارع هلا بحكي لك عدد المزارع، المساحات اللي موجودة عندنا في الأردن، هل في عندنا تصنيع عضوي، كم عندنا جهة إصدار موجودة، شو المشاكل اللي بواجهها المزارع العضوي عندنا، شو المحفزات لنا، شو المعوقات إذا كان في مشاكل الموجودة. بالضبط تحدياتنا. فإحنا نتيجة هذا المسح طبعا عملنا هذا المسح عام 2013 كان نتيجته أنه عندنا تقريباً حوالي 29 ألف دنم مساحة مزارع عضوية، عندنا تقريباً مزارع حوالي 50 مزرعة أو نحكي 50 مشغل. طبعاً أنا لما أحكي كلمة مشغل، المشغل ممكن يحتوي على عدة مزرعة
لانه بيحصل على شهاده. يعني ممكن انه عدد مزارع بتكون قريبه من بعضها البعض، هاي المزارع بيجي عليها مفتش بيعطيها شهاده لهم كلهم، فهي برضه من الاساليب اللي بتخفف يعني علينا التكلفه. يعني 50 مزرعه خلينا نتحدث حاليا 50 مزرعه تقريبا. من وجهه نظرك العدد خجول يعني اذا تحدثنا؟ لا بالنسبه لبلد زي الاردن لا لا بالنسبه للاردن العدد الاجمالي انا بتحدث. شوف هلا هي نظام جديد على البلد وبده توعية. تحدي وبده توعية وبده برد برجع بحكي انه المزارع نفسه يقتنع، عشان هيك احنا بنشتغل على توعية المواطن والمستهلك والمزارع بالزراعة العضوية. برضو عندنا كان من نتيجة المسحات انه طبعا احنا حدثنا لعام 2014 تم تحديث هذا المسح، عندنا حاليا 24 ألف دنم زراعة عضوية، عندنا تقريبا 27 مشغل. طبعا المشغلين في المراحل المتقدمة صار في عندنا عدد مزارع أكثر في شهادة واحدة، عشان هيك بحكي 27 مشغل. عندي تصنيع عضوي، عندي تقريبا ثلاث معاصر، هاي المعاصر بتعصر زيتون عضوي. بكون في خط بالمعصرة متخصص للزيتون. جميل. العضوي لأنه هو حاصل على شهادة، حتى المعصرة بتكون حاصلة على شهادة. في عندنا جهات إصدار. معلش باش مهندسة، أنت حكيتي أنه الزراعة العضوية مش مكلفة كتير. طيب ليه المنتج العضوي غالي؟ هلا بالبداية لما حكينا جهات إصدار حكينا أنه هاي الجهات الإصدار خارجية، فإحنا بنطمح في وزارة الزراعة أنه نعمل جهة إصدار حكومية. ليه؟ لأنه كلفة الشهادة هي اللي بتزيد الكلفة على المنتج. يعني أنا لما بحكي مزارع بده يتعاقد بعقد طبعا مع جهة إصدار حتى أنه يأخذ هاي الشهادة، لأنه المفتش تبع جهة الإصدار بده يطلع عليه بحملات تفتيشية سنوية، فهو بده يتابع طبعا. ما أنا حكيت لك من بداية تحضير الأرض لغاية المنتج، فهو رح تكون المزرعة مراقبة تماما بحيث أنه ما يستخدم أي شيء يخالف قانون الزراعة العضوية. هلأ لما بده يأخذ هاي الشهادة عليها كلف. طب هو الكلفة عادة أي مزارع كل ما زادت عليه الكلفة بطلعها من المنتج. فهو رح يزيد كلفة هاي الشهادة على المنتج، عشان هيك حكينا إحنا تطلع يعني من جيب المستهلك. من جيب المستهلك. المستهلك هو كسبان. هو كسبان. أنت لما أنت بتاخذي منتج نظيف نظيف طبعا آمن. آمن بيئيا آمن. صحي. يعني انت بتاكلي فيه مرتاحه حقيقي، ليس فقط الشكل. يعني احنا ما نتحدث عن شكل والله انه جذاب او مغري، اذا تحدثنا عن اصناف على سبيل المثال كالبندورة او الخيار او بعض الفاكهه. صح. وتعريج على كلامك لما بتحكي شكل جذاب، عاده المنتج العضوي يعني الاصل فيه انه ما يكون جذاب. ليه؟ يكون طبيعي. يكون طبيعي. ليش؟ لأنه هو ممكن يتعرض لآفة، فأنت ممكن تشوفي عليه نتوء أو تشوفي عليه شغلة. صحيح. هذا بدل على أنه أنت ترك المزرعة على طبيعتها. يعني بالمبيدات أو أنا بعالجها في أنواع بطرق آمنة زي آمن. المستخلصات، أني أوضع مثلا نباتات طاردة لهاي الآفات، لكن أنا ما بروح بجيب مبيد. المبيد عماله بيقضي لي على الآفة اللي أنا بدي إياها واللي ما بدي إياها. فأنا بعمالني بخرب المنظومة كاملة الزراعية. فلما نحكي أنا شكله جذاب، عادة المستهلك بحب ولا عليه ولا شيء. دائما احنا العين لا، وبتكون الجذاب كثير بالشكل زي البلاستيك، اشبه للفاكهة البلاستيك زي التفاح لما بتشوفيه بيلمع. يعني هو محطوط مغلف في مادة. طب انتوا هاي المادة هل شو مدى صلاحيتها؟ شو مدى اثرها؟ احنا ما بنحكي عن الوقت، بنحكي عن المدى البعيد شو اثرها على الجسم. نعم. لكن انا بحكي المنتج العضوي هو منتج طبيعي، يعني ممكن تلاقي عليه نتوء، ممكن حجمه تلاقي ليس بالكبير، يعني حجمه طبيعي بالضبط مش كبير. فهاي هي اللي احنا بنشتغل عليها في وزاره الزراعه، انه انا بدي اوعي المستهلك وبدايه اوعي المهندس الزراعي حتى انه هو يقدر انه يوصل هاي المعلومه للمزارع. عشان هيك احنا عملنا ورشات من خلال وزاره الزراعه، عملنا تقريبا ثلاث ورشات بتخص منطقه الشمال، منطقة الوسط ومنطقة الجنوب، وبرضو عملنا نشرات إرشادية إذا بتحبوا تطلعوا عليها. هاي النشرات الإرشادية يعني خمس نشرات بتخدم المزارع من بداية ما إنه بده يحضر الأرض. لا موجودة بمديريات الزراعة بالمحافظة، موجودة في كل، بيقدر أي حدا يحصل عليها أو إنه يراجعنا إحنا بشعبة الزراعة العضوية في شعبة الزراعة العضوية في مديرية الإنتاج النباتي. إحنا بنقدر إن نزودهم فيهم يعني. نعم.
احنا بدنا نشكرك باشمهندسة تمام الخوالدي، رئيسة شعبة الزراعة العضوية في الإنتاج النباتي وفي وزارة الزراعة. يعني على هاي المعلومات القيمة صحيح. اللي حطتينا فيها اليوم، وكذلك المشاهدين والمزارعين. شكرا كثير. نتمنى انه كل منتجاتنا تكون عضوية. نتمنى ذلك. احنا بنحب انه على كل المزارعين انه حتى لو انت ما بدك تنتهج الزراعة العضوية، خفف من المبيدات. يعني المبيدات عمالها هي سموم بتدخل على اجسامنا وعلى اطفالنا، فانت خفف منها. احنا ما بدنا نرتقي إننا نحكي إنه نوصل للشهادة، مش الشهادة هي مبتغانا، الهدف هو مبتغانا إنه نقلل من المبيدات. بمعنى آخر لا ضرر ولا ضرر. كل الشكر إليك وأسعد الله صباحك. شكرا كثير. شكرا كثير لكم. شكرا.